اه بس دي لا دي مش جايبها بيت كده يا لك. لا ما انا انت عايزها بشهور وهيجيبها نص الوقت اللي هم وصلينها طلعها في المباشر ده بدأ. انا خليتها على اعتبار انه ايه بقى مش عارف اقول لها اصحابي الاخيره مسحوق اللي تحت اللي تحت الان تحت على الاخر اصحابي ممكن تبيع
مش البسطة العراقية، البسطة السورية. بالك البسطة العراقية تباع في حتة تانية مش عندنا احنا. تحب انت البسطة العراقية وضحك. اوعى حد فيكم، انا بكلم اللي بيتفرجوا، اوعى حد فيكم يقول لكم بسطة عراقية وتصدقوه، هتضرب على العربية. خلاص؟ احنا مين دي مهمة جدا. لان احنا مين دي بتنطبق على ايه؟ رئيس المؤسسة. اللي بينزلها مع مجلس الإدارة بينزلها للموظفين والمتطوعين والمتابعين عشان يعرفوا ان انت ماشي في خط معين. زمان قبل السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي ده كان الناس بتعمل اي حاجه وتحطها في اي حته. دلوقتي اصبحنا احنا في عصر المحاسبات، في عصر الاسلاموفوبيا. عصر ايه؟ الاسلاموفوبيا. والاسلام متهم الى ان يثبت العكس. واي منطقه فيها صراعات وجماعات مسلحه من الخطوره ان نعمل فيها بدون معايير مطلقه على الاطلاق. لماذا؟ لان مثل هذه المناطق تراقب بمؤسسات امنيه واستخباراتيه من كل جهه في العالم، ليس فقط المؤسسات الوطنيه، في تعاون امني بين كل هذه المؤسسات في العالم عشان تشوف مين اللي دخل هنا ومين اللي خرج هنا، وده بيقول ايه وده ما بيقولش ايه. حتى لو كنت انت بتوزع الشوال الرز او الشوال اللي هو الطحين الى اخره الى اخره، طالما انت حطيت الخط الاحمر المواجهات اللي هي فيها صراعات عسكريه دي او جماعات مسلحه، بيبص انت بتخش هناك بتعمل ايه. فلذلك العمل الانساني بعدين اصبح مضيق عليه مهمات الصراع اللي بيعمل فيه. واضحه كده مين دي؟ حد عايز الاخ يسال؟ واضحة؟ هو أنا بعمل تحذير. اللي أنا بعمله دلوقتي يا شباب تحذير. تحذير لنا ليه؟ لأن إحنا عايزين نبني بلدنا. عايزين نبني مجتمعاتنا. عايزين نبني مدن. مين اللي هيبني مصر؟ أنا اللي هبني مصر. أنا ابن مصر هبنيها. أنا ابن العراق هبنيها. مين اللي هيبني صلاح الدين؟ مين اللي هيبني الهدم اللي حصل في الأنبار؟ أو الهدم اللي حصل في أي مكان تاني؟ أنا اللي هبنيه. مش هنتظر أي مؤسسة دولية أو أي حكومة من خارج تغدق عليها بالأموال. أنا ممكن أبنيه. لان انا عندي امكانيات، انا غني، انا كعراقي غني، لان العراق مش فقير. حذاري ان يقنعك احد ان العراق فقير والا اصبعي فرحان ده. ها حذاري، حذاري يقنعك انسان ان انت ضعيف ابدا. حذاري، حذاري ان احد يقنعك ان انت ما عندكش قدره. حذاري، حذاري ان يحبطك احد. حذاري وانت عندك اقوى قوه استثماريه في وطنك هو القوى البشريه والامكانيات البشريه والشباب اللي عندك، اللي هم يعتبروا اكثر قيمه من البترول ومن الغاز ومن الذهب الى اخره. لكن من غيرهم البترول هيضيع والذهب هيضيع والغاز هيضيع وكل حاجه هتضيع. واضح بالنسبه لي؟ يبقى احنا مين دي مهمه جدا. نقعد كده مع بعض ونقول هل احنا عملنا ده على منطقة معينة فقط؟ أو على فصيل معين فقط؟ أو على دين معين فقط؟ أو على ثقافة معينة فقط؟ أو على حزب معين فقط؟ أو على مذهب معين فقط؟ ولا إحنا بنشتغل لوطننا ككل؟ أنا اللي بحدد. أنا اللي بحدد. واخد بالك؟ فحينما أحدد معالم رسالتي وهوية شخصيتي أستطيع أن أحقق في العالم له هذه ما هذا ما أريد أن أحققه في حياتي. واضح؟ وحاجة من الحاجات المهمة جدا هي الشفافية. لماذا يا شباب؟ لأن العمل الإنساني تحكمه الدوائر الأمنية والاستخباراتية شئت في الداخل أو من الخارج، أبعد أو لا. أنا بس موضح الأمور دي ليه؟ عشان نشوف ان في شركاء موجودين على الارض انت مش شايفهم ولا تعلمهم. فحينما تتحدث تتحدث باللغه التي يفهمها الاخرين، مش باللغه التي تفهمها انت شخصيا او قبيلتك شخصيا او عشيرتك شخصيا او حزبك شخصيا او جماعتك شخصيا او مذهبك. لا، اللي بيشوفك دلوقتي بيشوفك على العالم كله. وخلي خطابك في احنا مين دي يفهم من الجميع وتفهم رسالته من الجميع، حتى ولو تأخر العمل لكن بيمشي على خطى ثابتة وراسخة. دي أول نقطة. اتفقنا؟ أي استفسار، أي سؤال، أي كلام،
كل الكلام انا بقول اي كلام ممكن تغيره. دي نمرة واحدة احنا مش قلت لك اذا كنت اربع خمس مرات انا بنسى احنا بنشتغل فين؟ خلاص اين نعم اين نعم؟ انا قلت اربع مرات في الاول كده حد فيهم كتب حد في كتبهم؟ من نحن المكان الجغرافي خلاص ما تذكرني بعد الاربع اين نعم؟ هل احنا نعمل في منطقة ليها ثقافة معينة محددة؟ لابد ان ندرس الثقافة لابد ان ندرس الثقافة لابد قبل ما احط رجلي فيها ادرس الدين ادرس العقيده ادرس التاريخ ادرس تركيبه المجتمع اللي انا بشتغل فيه انا ما نزلتش كده ها واقوم نازل انا هشتغل هناك وخلاص لا ما ينفعش وده اللي احنا بنسميه دراسه حاله المجتمع اللي انا بشتغل فيه انا بدرس حاله المجتمع هل المجتمع ده من الفلاحين الزراعيين هل المجتمع ده من زي عندكم انتم مثلا في محافظه الانبار مجتمع لتربيه الاغنام والمواشي الى اخره الى اخره الى اخره وده مجتمع مختلف هل المجتمع ده مجتمع للتسويق ها ولا التجاره هل المجتمع ده مجتمع ساحلي مع بتوع السمك الى اخره هل المجتمع ده مجتمع جبلي هل المجتمع ده مجتمع مدن او مجتمع قرى او فلا بد اعرف انا هشتغل فين في حافي مصيبة حصلت في مكان ما أو مناطق عربية كده ونازل وهو نازل بقى أنا هروح أقابل مين؟ هل المجتمع ده عنده عشائر وقبائل ورموز أستطيع أن أدخل من خلالها ولا أنا بضرب المثل ده كتير جدا جدا في أغلب المحاضرات اللي قلتها إن إحنا في موضوع دارفور بعض المؤسسات الدولية استثنت السلاطين واستثنت المشايخ بتوع القبائل ليه؟ لأن مصر الواحد كده شكله مش عاجبه لابس جلابية وحاطط طاقية ولابس شبشب بصباع او لابس جزمه مقطعه ولا مين ده اللي انا اقعد معاه؟ رايح ما عرفوش يشتغل. كلهم ايه؟ ارجعوا لفلان، ارجعوا لفلان، ارجعوا. يبقى مسؤول العشيره او القبيله هو ايه؟ نفس الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم من دخل بيت سفيان فهو ايه؟ صح؟ لكن من دخل بيت سفيان فهو امن هيخش بيته بقى خلاص مش عايز يعمل حاجه قاعد خلاص. ومن دخل الكعبه فهو امن فهو خلاص ده بيت ايه؟ ده بيت الله. لكن عادي انت ما تخش عند الوجاهه لازم انت في كل منطقه فيها مفتاح. دي اللي احنا بنسميها بالانجليزي الجيت كيبرز اللي هم اللي ماسكين مفاتيح البوابات. تقدر في الصومال مثلا لما رحنا الصومال كتير يعني واحنا بنتكلم كده في احد الورش العمل فالاخت قالت لي احنا عندنا في كل حاره جيت كيبر مسؤول عن المفتاح ماسك مفتاح الحاره. وانا في ليبيا من سنتين في ديسمبر 2017 فالشباب قال لك على علمة كل شارع ما موجودش فيه مجموعة. فبالتالي لابد نعرف تركيبة المجتمع. ومين هم وجهاء المجتمع اللي بشتغل معاهم دول؟ واضح يا شباب؟ واخد بالك؟ فلذلك أما ننزل على المجتمع الموقع الجغرافي بتاعنا، هل الموقع الجغرافي بتاعنا ده منطقة فيضانات كوارث طبيعية؟ أو منطقة زلازل كوارث طبيعية؟ أو منطقة حروب؟ أو مواجهات؟ والداخل هذه المنطقه الحربيه اللي فيها صراعات مسلحه في جماعات ارهابيه ولا لا؟ مصنفه عالميا. وكيف اتخطى مثل هذه الجماعات اللي ممكن بعضهم يكون ماسك مفتاح ايه؟ البوابه. صح ولا لا؟ فما ينفعش ابدا انزل بالحماسه وحب العمل الخير وانسى اللي على الارض هم مين؟ ما ينفعش. واضحين يا شباب المكان الجغرافي بالنسبه لنا مهم جدا ندرسه وندرس ثقافته وتاريخه. واضح؟ في اي سؤال؟ النقطة الثالثة أنا كتبت قدراتنا على العمل. قدراتنا هنيجي بقى هنا حبيبي توجع البطن بقى. فين ال شوف هنا عايزين نفس حبيبي بتاع ايه دي؟ هاي ممكن نسمع على ده ما يلزق؟ بيرمننت لا الأزرق ولسه لا 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 الكتاب الله لابد ان ادرس قدرتي انا قبل ان اعي الناس بماذا ساقوم به. والصراحه كويس لا يا اخوانا انا استطيع ان اصل الى هذه المنطقه فقط. ناخد مثلا نقول اي حي من احياء الموصل، حد يديني كده حي من احياء الموصل؟ موصل قديم قديمه رحتها اللي هي فيها مسجد النبي يونس عليه السلام مش كده؟ كنت فيها من سنتين. لا يونس مو بالقديم. بلا اسم. نوري. نوري لو يونس. نوري. يونس.
يونس بلا يسار. وعشان التوقيت قديمة دي. قديمة قديمة. جزئين. موصل أكو الجانب الأيمن والجانب الأيسر. يقسم النهر نهر دجلة بيناتهم. الجانب الأيمن هسه مدمر بالكامل. اللي هو هسه صارت فيه معارك أكثر. مدمر بالكامل. نعم. اللي فيه أرض الخلافة كان خليفة طعم اسمه مسجد النوري. هو بالقديم. مسجد نبي يونس بالأيسر. بالأدخال. الحي ذا. هخش فيه محتاج ايه؟ محتاج ميه، محتاج صحه، محتاج غذاء، محتاج تعليم، محتاج بناء، محتاج خيام، محتاج 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 ايه؟ فانا قدرتي هعمل ايه؟ انا مش عيب ان انا اقول ان انا قدرتي فقط ها ان انا اشتغل في الميه، مش عيب ان انا اقول قدرتي فقط ان انا اشتغل في التعليم، مش عيب ان انا اقول قدرتي فقط ان انا اشتغل مثلا في الصحه أو في توزيع الغذاء، خلاص دي قدرة، لكن أنا قاعد متبرع إن أنا هعمل كل حاجة ما ينفعش. يعني قدرة. قدرة، أنت بتلعب مثلا أستاذ متخصص في الجغرافيا. هتروح تعلمهم حساب؟ هتروح تعلمهم لغة عربية؟ ممكن تعلمهم الأساسيات. لكن احنا بنتكلم عن بناء مجتمعات. فلذلك أنا في الجمعية بتاعتي ميزانيتي إكس. قدرتي مش بس الاكس بتاعت الميزانيه، لا الاكس شيء اللي بتاع الميزانيه، القدرات البشريه اللي عندي شيء ثاني، الخبره اللي عندي شيء ثالث، الشركاء بتوعي اللي في المناطق دي شيء رابع. اذا كنت انا هخش في الحي القديم او مسلم القديمه او الحي الايسر او الايمن، لابد ان انا اعمل شركاء عندي، وانا لازم اعمل كل حاجه بنفسي. قول مثلا مؤسستي في بغداد او مؤسستي في اربيل، هشوف لي شركاء محليين في المنطقه دي من الجمعيات الصغيره ينفذوا اللي انا عايز اعمله. مش مهم ان انا اقوم بكل حاجه، فقدرتي بتكبر بالشراكات. ممكن بالشراكات دي قدرتي تكون اكبر واقدر على ان انا اوصل الاشياء دي اللي هو المستفيدين. فلذلك لابد ان احدد قدرتي. القدره فقط، اوعى تفتكروا ان القدره فقط هي قدره ماديه. هي قدرة فكرية، خبرات، رؤى، قدرة بشرية، الشركات بتاعتنا، كل حاجة، والعلاقات، والعلاقات نعم، كل الحاجات دي كلها تحطها على طاولة كده وتحطها تحت القدرة، علاقتي مع مين؟ علاقتي مع المحافظ، علاقتي مع كذا مع كذا مع كذا مع كذا، علاقتي مع رؤساء العشائر أو بيسموها رؤساء عشائر ولا إيه نعم، علاقتي مع اللي هم رؤساء القبائل إلى آخره، دي قدرة. كيف ان انا بوصل رسالتي واحشد الناس دول معايا علشان يكون امكانيتي في ايصال المعونه للناس ليها تاثير جيد. معايا؟ فالقدره اوعى حذاري ان نحصر القدره في القدره الماديه فقط. ياما مؤسسات عندها ملايين ومليارات ولا تستطيع ان تعمل لان ما عندهاش ده. دي كمان مش سهله. الفكر اللي في مخك ده مش سهل. انا كنت عامل حاجه اسمها ايه يا شباب بالانجليزي كده، العلاقه كلمه فاتن تعرفينها اللي هو الدهن، بس دي معناها ايه؟ دي معناها فن، يعني تمويل، ومعناها ادفوكاسي يعني مناصره، ومعناها تريننج تدريب. دي وظيفه مين بقى؟ المؤسسات الدوليه. انا بقول شراكه يعني في القدره، خلاص؟ هنا بقى الكسر اللي هي القبله انجليزي شفت مدرسة شفت عندنا؟ انجليزي يا مرسي. استاذ خليفة. لا صعيدي. صعيدي يا مرسي. صعيدي. الكام اللي هي كيمياء كيس. سوري اللي هي نولج. نولج.
knowledge. O W L E D G A G. Belly. بسم الله. بسم الله. بسم الله وشرب ميتك. لا حنك حتضلم حتضلم حتنور حتنور. أنا عايز حنك تضلم ولا تنور؟ تنور. تنور. حط على صدرك. يعني إيه؟ علي 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 علي. كلام فيه ها ها. الها لا. نولج بيها قاعدة المعلومات اللي عندك. فهمت؟ الاي اللي هي الانوفيشن. يكون عندك قدرة على الابداع. الاس سستينبل. سستينبل ايه؟ استدامة. غير اللي هي سوليوشن حلول. انا بقول دي ليه؟ اعوذ بالله مش هكذب انا لان ده انتم حذاري ان انت تشوف الممول اللي جاي لك بالفلوس وتنخ. سمعني؟ وتنخ. لا انت عندك الفلوس دي وظيفتك. جيب لي الفلوس تدافع عني تمرني. انا بقى هديك ايه بقى اللي انت ما تقدرش تجيبه. القاعده المعرفيه عند مين؟ عندي انا كجمعيه صغيره في الحي الايسر او الايمن في الموصل. لان المعلومه دي مش عندك. ومن غير المعلومه دي لو كان عندك ملايين الملايين مش هينفعوا. فانا اسحب المعلومه لان انا اعلى على الارض. ودي قوتك انت كمؤسسه صغيره. ليس انك كمؤسسه صغيره ان انت ما كنتش مديك كرامه. مالكش شخصيه. لا انا عندي. خلاص؟ نمره اثنين ان انا عندي الابداع. لان الحاجه ام الاختراع. والمبدع هو اللي بيعاني كل يوم في انه يشوف المشكله 24 ساعه معاه ومع اولاده ومع اقاربه ومع جيرانه فبيحاول يلقى لها حل بناء على واقع عملي. بناء على مصداقيه. فانا اللي عندي الابداع. انا اللي عندي الابداع. فقيس الابداع ده يساوي قد ايه؟ تاني حاجة الحل اللي أنا هحطه حل دايم مش حل واحد بيجي يدق لي حبة شكار أشهر الطحين أو كده ويمشي. لا أنا اللي أنا على الأرض عايز الحل اللي عندي ده يكون مستمر لأجيال وأجيال وأجيال عندي ده. هقول لك تعمله إزاي؟ ده يبقى إحنا يبقى أنا بقى أنا كمؤسسة وطنية دي الشراكة اللي هي بتسمى بتخش في القدرة. أنا قدرتي كسليم زي قدرتك انت كممول. ان شاء الله الممول ده يكون حكومه دوليه. ان شاء الله تكون الامم المتحده. هتخش هنا انا اللي هدخلك. هم عاملين حاجه اسمها لوكاليزيشن التوطين. توطين العمل الانساني او العمل الخيري. لكن احد التوصيات المؤتمر الامم الانسانيه اللي حصل هنا في اسطنبول من سنه 2016. التوطين دي يا شباب احنا عملناها من يمكن 20 سنه كنا بنتكلم عنه. العمل الانساني. لكن لما جت الامم المتحده بعد 20 سنه ان احنا قاعدين نقول توطين 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 عملوها جزاهم الله خير. بس التوطين معناه شراكه متكافئه. شراكه متكافئه. يعني لا تنظر الي نظره دونيه. لان انا معلوماتي وخبرتي وحلولي الابداعيه تساوي اكثر من المال اللي انت بتتكلم عنه. واضح؟ وده جزء من بناء الشخصيه الوطنيه. وبناء كرامه الشخصيه الوطنيه. يبقى دي القدرة. يبقى القدرة فقط مش فلوس. لا تقول انه لا ما لا لا يدعوا ان القدرة فلوس. الفلوس جزء من القدرة. كيف يعيش الشعب الفلسطيني بعد من 48 الى الان؟ مبدع. من اعلى نسبة التعليم في المنطقة العربية كلها بعد دولتين من الخليج فلسطين. عندهم اطمئنان زي دول الخليج؟ لا. عندهم كذا زي الدول الغنيه في الدول العربيه؟ لا. لكن عندهم ده وعندهم الاصرار على انهم يعلموا ابنائهم. فنسبه الجهل في فلسطين سواء كان في غزه او في مناطق اخرى في فلسطين بتساوي ولا تقل ابدا عن نسبه الجهل
ها والتعليم في المناطق اللي هي الغنيه سواء كان في قطر او الامارات او او الى اخره، لان عندهم ده فقط مش كفايه. واضح ده بالنسبه للقدره. في اي سؤال في القدره معلم اللي هو القدره بقى كده رؤيتنا شفت بقى كلام بقى التخين ده انه ما حدش فاهمه لغايه دلوقتي. حد يقدر يعرف لي معنى ايه الرؤيه؟ الرؤيه معنى ايه؟ الرؤيه هي المستقبل. ايوه ايه؟ كيف ننظر الى اهداف العمل الذي نقوم به وماذا نريد ان نحقق من هذا العمل. جزاكم الله خير. اي تعريف ثاني؟ كل واحد فيكم عنده تعريف كله صح. اتفضل. انا بخلي اي حد يقول اي حاجه كله صح. رؤيتنا الشيء اللي بنسويه. كويس. تفضل. منظورنا للامر، الامر الذي مستقبلا. تفضل. منهجيه. منهجيه. الرؤيه منهجيه صح. على تحقق الرؤيه لازم تعملها منهج. تفضل. رؤيتنا للعمل اللي احنا قدمناه. كويس. مشاكل الواقع وايجاد الحلول. طيب انت بتعمل درس الحاله الاول وبعدين بقيت حلول الى اخره الى اخره. ها. رؤيتنا للمستقبل يعني. بناء المستقبل. امالنا المستقبلية. امالنا المستقبل. الرؤية هي حل. حل. مشاكل. حل. تخطيط. تخطيط. تفضل. لا انت بقول لك ايه؟ هتقعد هنا تقول لي اعمل لا ما تعملش ما تعملش حسن امام هنا ولا الرؤية هي تطبيق الخطة اللي انا عملتها. تطبيق الخطة. يبقى انتوا كلكم اتفقتوا على ان الرؤية اساسها شوف هنعمل هنقول ايه في المستقبل. مستقبل ايه؟ واخد بالك؟ ده الرؤية. تقدم حاجة الرؤية حلول. شوف احنا انتوا من كلامكم محورت الرؤية في ثلاث حاجات مستقبل حلول ايه تاني؟ تخطيط تخطيط منهجي ايه تاني؟ تغيير واقع اتفضل اهداف اللي هي اهداف تغيير الرؤية اللي انت تطرحها على واقع معين صح؟ المنطقة دي ما فيهاش مية. نعمل لها مية. يبقى في خلال 10 سنين هنكفي المنطقة دي ب 20 30% من سكانها توصل لهم المية. للشرب أو الماء للزراعة. ودي احنا عملناها مرة في في جنوب السودان في حتة اسمها ورم. اشترينا حفارة مية وحفرت المية دي في خلال 5 6 سنين اشتريناها حفرت آبار في المنطقة دي كما قال الوالي اللي غير مسلم اللي غير متأكد لا غير مسلمين قال انتوا كفيتوا 30% من سكان المنطقه دي في 5 سنوات فقط. يبقى انت حليت مشكله ايه؟ 30%. يبقى الرؤيه هي تغيير واقع بمنهجيه مخططه زي الاخ معانا. انا عايز اخش المنطقه دي بميه لو ماء للزراعه ولا ماء للشرب ولا ماء للحيوانات. ها؟ وهكذا. فشوف هي مستقبل وتخطيط منهجي وتغيير واقع المجتمع. تيجي انت بعد 10 سنين هتقول والله سبحان الله المنطقه دي كانت صفراء دلوقتي فيها كنا احنا عملنا مشروع في المالي 2007 بزرع شجره بس شجره انا رحت من احد الناس زرعت الشجره دي. السنه اللي فاتت في 2018 مش كده بقول لك السنه 2018 المسؤول اللي راح هناك المنطقه دي لقى في منطقه يمكن فيها مثلا 100 هكتار تقريبا خضراء لدى المزارع المجتمعيه. اتكلم عنها بعد كده. لما بنمد لهم الميه ما بنشتريش الارض الزراعيه اوعى تشتري وتاخد مش عارف ايه لا اوعى تشتري اوعى تشتري ارض انت ما عندكش امكانيات. انت بتاجر ارض من فلاح وصل لها الميه وتقول له ازرع. هو ياخد له نص دونم دونم 2 دونم ويزرع ويعيش وبعد ايه يسدد لك ثمن ايجار الارض كل شويه. الرؤيه انك تحول البطاله لعماله. والله انا عندي شباب عم يعني ايه غير يعني ما عندهمش وظائف. هل انا لازم كل وظيفه تكون في حكومه؟ افتح افاق الشاب والشاب انها تشتغل من البيت. عن الاسواق الشعبيه هنتكلم عنها. فاحول المليون اللي عندهم بطاله دول كل سنه مثلا اعمل لي 5000
او 10,000 شخص منهم، انا مش هقدر احول مليون كل مره كجمعيه، لكن انا الرؤيه بتاعتي ان انا اقضي على البطاله، انا اقضي على الجفاف بالتصح، انا اقضي على اللي هو زي ما بيل جيت كان عمل اللي هو التطعيم بتاع اللي هم شارع الاطفال دي رؤيه. فعشان اعمل رؤيه زي اللي هو ارجع للمنهج والتخطيط واللي هو قدره على التغيير، احدد انا عايز اعمل ايه. الرؤيه ان انا مثلا عايز اعمل المزارع المتبعيه دي في كل انحاء العراق، خد بالك، يبقى كل 5 أو 10 في شهر جمعيه كل سنه يعملهم 5 هكتارات أو 10 هكتارات، يخلوا الفلاحين يشتغلوا عليه. يعني بعد 10-15 سنه هلاقي ان عندي مثلا 1000 هكتار مزروعين من كل الاسره الفقيره دي كلها، لكل اسره على الاقل تتعب نفسها، على الاقل تتعب نفسها. دي رؤيه كلمت فيها في الزراعه، كلمت فيها في التطعيم، كلمنا فيها في الصحه، كلمنا فيها في البطاله الى اخره. رؤيه انا عايز اعلم الناس احارب الاميه والجهل، صح؟ مش حاضر احارب الاميه والجهل مره واحده، لا، انا عندي 5 مليون متسرب من التعليم، وانا جاي في مؤتمر كده بقول انا هعلمك ازاي. طيب 5 عندك كام؟ الطفل هيدخله التعليم بكام؟ عايزه مدرسه وعايزه مدرس وعايزه منهج وعايزه الى اخره. فالرؤيه ان احنا نقعد كلنا مع بعض نقول والله كيف نحارب التسرب من التعليم؟ كيف نحارب الاميه بالتدرب؟ كيف نحارب الفكر المتطرف؟ تعتقدوا ان الفكر المتطرف اللي موجود ده او اللي بيغذى من جهات معينه هنحارب النهارده ضربه حظ كده؟ حصل بيننا وبين الوزيره بتاعت العمل الدولي في بريطانيا نقاش في 2002 داخل البرلمان وتحت قبه البرلمان، كنت انت موجود؟ طيب قلنا لها شيء واحد، وهي كانت بتحب، وهي احد الاشياء اللي هي استقالت من الوزاره، هي العراق، اسمها كلير شور، ضحت بمستقبلها السياسي عشان قضيه العراق مرتين، واخد بالك؟ ففي 2002 كانت المره النهائيه، لانها يعني استمعت وعود من رئيس الوزراء لم تنفذ، فقامت مستقله وسائل الوزاره علشان قضيه العراق. قلنا لن تستطيع انك تحارب طالبان او تغير طالبان كفكر بحبه حاجات كده وخلاص وتاخدي صوره وحبه كباري وحبه مدارس، طالبان ده فكر وثقافه مجتمعيه، ان اردت ان تحاربيها فانت تديني 15 سنه على الاقل. جيل مغير فكر، كيف تغير فكر الجيل ده؟ بتبعت لهم مدرسين، بتبعت لهم ائمه، بتبعت لهم مناهج جديده جدا، وتبتدي مع الاطفال اللي عندهم 10 سنين عشان يطلع فكر موازي، فتتدافع على افكار وثقافات مع بعضها، فيطلع جيل جديد بيحمل اسلوب اخر غير اسلوب اللي هو الايه العنف واسلوب التطرف الى اخره الى اخره. يعني لما تيجي في الفكر والقيم والثقافات عمرك ما هتغيرها في عشتنا، حتى الارض الصفراء، حتى الارض الصفراء اللي بنتكلم عنها دي عشان تغيرها وتبقى خضراء بتاخد لها 5 سنين أو 10 سنين على الاقل. عايز تزرع في الارض الصفراء دي؟ استعداد. ها؟ استعداد. لا استعداد واستمرار. عايز تزرع فيها حشيش؟ يعني مش حشيش سوري يعني. مش حشيش اللي هو بتاع، لا، حشيش ارانب. حشيش اللي بتاكل الارانب عشب والبقر. عشب ايوه كده. ادركنا من عندك بالحبش. مش حشيش بسيم البدر والسيم استاذ احنا خاب نخشى انه نطلع من مشكله صغيره نقع بمشكله بعد اكبر منها تفضل انه نقضي على التطرف ويجينا الانبطاح لا 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 ما بقولش كده انا ما بقولش كده وهذا اللي يصير في العالم لا 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 انا بتكلم عليه هنا اولا التعليم هو قاعده كل شيء والتعليم لا يولد ابدا الانبطاح لو انت علمت الشباب في الدول العربيه والاسلاميه كلها صارت انبطاح انا بتكلم على ابني وابنك واخد بالك بتكلم على مثلا احنا بنتكلم دلوقتي على ايه يا شباب بنتكلم على مسيره 20 سنه جايه واخد بالك لو التعليم مش هو المحور الاساسي فيها هيحصل بالظبط اللي انت قلت عليه تجهيل وانبطاح لابد انت تقاوم التجهيل بالتعليم لذلك اول كلمه في القران انزلت على صلى الله عليه وسلم ايه اقرا بس مش اقرا كده لا اقرا دي معرفه رؤيه
معرفة ومنهجية ورؤية وزي ما في قول مأثور أو حديث اطلبوا العلم وراء في الصين واطلبوا العلم المهدي اللحم. فالرسول صلى الله عليه وسلم حددها محورية الحياة في الدنيا قبل الآخرة والعلم صح؟ فلذلك المتاح ده ستحاربه ونحاربه الشعوب جميعا بالتعليم، تعليم في البيوت، تعليم في المساجد، تعليم في الكنائس، تعليم في المدارس، تعليم عن كل الحاجات دي كلها بتمشي متوازن. فلما نرجع مرة أخرى للنقاش اللي كان حصل مع الوزيرة، إن أنا لو أنت عايز تعمل حاجة زي كده هو لابد تعد الجيل لتؤهليه بثقافة أخرى مختلفة، إحنا اللي نعملها لك مش أنت هتعملها. كان الشرط إن إحنا نجيب لها الأئمة إلى آخره إلى آخره في هذه المناطق. كن بقى سياسيين في بعض الدول بتنبطح وما بتنبطحش دي إيه؟ واضحة مش مختلفين يعني، بس بتنبطح دي لأن كتير جدا مننا يعني. أنا هسألك سؤال أو هقول لك حاجة، هل كل من حمل دكتوراه عنده معرفة مجتمعية؟ مش شرط بالعكس، ولا حد عنده. أنا متخصص، كان في فيلم مصري كده معرفش شفته ولا لأ، أيام الأفلام المصرية من الأولى، كان اسمه الأيدي الناعمة، حد شافه؟ الأيدي الناعمة ده أحمد مظهر؟ أحمد مظهر، أنت من العراق أنت مش كده؟ أحمد مظهر ده كان عايش كبرنس من جيل قديم في مصر وعايش في قصر وما عندوش امكانيات ماديه، برغم انه عارف يتكلم انجليزي وفرنساوي والماني الى اخره، لكن هو عايش في الباشا. وخرج مره كده في الشارع وكان عايز ياكل، مش عنده فلوس في جيبه. فلقى واحد زي حالاته كده غلبان واخد دكتوراه وكل اللي في جيبه 10 قروش وواقف بيشتري، عارفين الدره؟ نعم. الدره اللي بنشويه ده وناكله، واخد بالك؟ فواقف بيشتري، هو كان جعان جدا. قال له يا ولد، يعني حتى هو وهو فقير بيتكلم بالشخص اللي قال يا ولد اشتري كمان كوز ذره معاك. طبعا هو بص له كده قال له حاضر، ما هو كان مؤدب يعني. هم اخذوا قعدوا عنده في القصر بتاعه. فالحديث معانا ايه؟ فكان الشاب الثاني اللي معاه ده كان معاه دكتوراه. الدكتوراه كانت في ايه؟ صلاح الدين في الخارج. ايوه كان الدكتوراه بتاعته في ايه؟ طبيب هو. لا ما كانش طبيب، قال ايه؟ كمل. كان في دكتوراه في كلمه اسمها حتى. حتى في اللغه العربيه. قال له انت انت دكتور في حتى؟ قال له انا متخصص في حتى. ها؟ لا يا ريت في اللغه العربيه كلها، ده متخصص في حتى ده فقط. فتخيل بقى انت لما بتشوفني انا كدكتور وباخد دكتوراه وكده بي اتش دي كده وكده، يا سلام هذا عالم، انا عالم بس في حتى. حتى في ليس في من فك ومن قرع ومش عارف ايه تاني وكان واخواته الى اخره، بس في حتى. فلا يغرنك اصحاب الدكتوراه انهم يعرفوا المجتمع، لكن احنا بنبرز لهم اللي هي المنصات في المجتمع انه عنده هذه ايه الرساله. قد يكون شخص فلاح او مزارع او عنده قدره معرفيه او مجتمعيه اكثر من صاحب الايه الدكتوراه اللي كنا. فلذلك نرجع مره اخرى، اللي هيحارب هذه النقطه هو التعليم. والتعليم بيربط بحاجتين، التعليم التقليدي اللي احنا بنديه في المدارس، والتعليم المجتمعي اللي بتتخرج الشاب عشان يعمل تعليم تطبيقي. تربطه بالبيئه، تربطه بالتاريخ، تربطه بالثقافه، تربطه بالعقيده، تربطه في ايه بالقيم والاخلاقيات بتاعه المجتمع عشان يوازن تعليم الكتب ده جيد عشان ننجح في الاخر في اخر السنه وناخد درجات. لكن تعليم المجتمع خطير جدا، تعليم الكشف خليه يشوف يشوف قيمه دجله وفرات. معقوله ابقى انا عندي دجله وعندي فرات واروح اجيب اكل من بره؟ اي عندي النيل وراح اجيب قمح من بره؟ دي سبه، لان هذه الانهار اقامت حضارات على ضفافها لالاف السنين من المزارعين اللي استقروا ومن الحرفيين اللي استقروا، فاصبح دجله والفرات والنيل هم عوامل الاستقرار في بناء الحضارات. فجزء من التعليم بتاعي ان انا اعلم ابني تاريخ مبني امته وثقافة أمته وقيمها وعادتها بالتطبيق بالإضافة إلى الناحية النظرية في التعليم التقليدي. إحنا كنا فين؟ يبقى إحنا قلنا الرؤية هي أساسها التغيير. واضحة؟ حتى عايز أي شيء؟ تمام يا شباب؟ لأن ده كله مقدمة. عندك حاجة تانية؟ لا. طب أنت قول بقى حاجة تانية. أنتوا بقى قلتوا الأربع مقدمات دول اللي هما من نحن، أين نعمل، قدرتنا والرؤية. لماذا وكيف
أيوة. لماذا وكيف؟ وإذا دخلنا الآن في التفاصيل، لماذا؟ هل أنا وأنا عامل جمعية عاملها ليه؟ إيه أهداف الجمعية بتاعتي؟ ليه؟ أنا عاملها عشان أقعد وأخد صورة وأبقى عندي وجهة في المجتمع؟ أنا عاملها يا شباب عشان أكون أنا خدام. حط دي في ودنك، هات دي ودنك. أنا خدام. رجعت العروسه بودينك. شوف استحضار الخدمه هو اصل واساس تكوين الجمعيه. استحضار مبدا الخدمه ومبدا ان انا قادر على ان اخدم المجتمع ومبدا ان انا خادم المجتمع. ها؟ لماذا؟ ان انا عايز اخدم. لماذا انا عايز اضحي بوقتي؟ لماذا انا اضحي بجهدي؟ لماذا انا اضحي براحتي؟ من اجل ايه؟ من اجل المجتمع. يبقى اذا كنت انا غير قادر على هذا لا اتصدر لهذا العمل. لان صاحب العمل الذي يملك العمل هو الارمله واليتيم والمسكين والشرير واللاجئ والمريض الى اخره الى اخره الى اخره. هم دول اللي بيصرفوا علينا. لان كل التبرعات بتيجي لمين؟ بتيجي ليا انا كعالم البشر عشان عينيا حلوه ولا عشان ممثل؟ لا، بتيجي لمن ادعي ان انا احمل رساله معاناته. بتيجي للصور اللي انا بحطها على الصفحه بتاعتي. بتيجي للتقارير اللي برفعها. هم بيديني اللي بيستقبلني وانا خادم امين على مقدرات هؤلاء المساكين. يبقى لماذا؟ اصل لماذا؟ اصل لماذا؟ ها؟ اصل لماذا؟ كلمه واحده، ان انا اريد ان اخدم وارتقي بنفسي لان اكون خادما للمجتمع. فيقبلني اليتيم والارمله والمسكين والشرير واللاجئ الى اخره، فيدعني في المقدمه ويدافع عني. من الذي يدافع عنك ويدفع عنك الاذى؟ هو الارمله واليتيم والمسكين والشيخ. مش ده اللي قاله سيدنا عمر بن عبد العزيز اللي هو كان اخر او احد أو الخليفة الأموي؟ لقد وليت أمر هذه الأمة ما وليت. يقول امرأة فرحانة جوزها خليفة وأبوها خليفة وأخوها خليفة وجدها خليفة وعمها خليفة، خلاص بقى وهي صغيرة وحلوة وزي الأمر. فاعتزل المجتمع بعد أن خد بيعتين، صح؟ بيعة الأولى بيعة العائلة والبيعة الثانية بيعة في المسجد. واعتزل عشان حس بمسؤولية ان انا مسؤول. لماذا؟ لانني اريد ان اكون مسؤولا. وخرج يبكي بعد ثلاث ايام يقول ويحك يا حبيبي يا جوز انت بقيت كذا. لا ويحك يا امراه انت مين؟ مش عارف المصيبه اللي انا فيها؟ لقد وليت امر هذه الامه ما وليت. فتفكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والارمله الوحيده واليتيم المقهور والشيخ الكبير العيال كثير والسجين والاسير وكذا وكذا وكذا. وعددناها كل الفئات المستضعفه في المجتمع الامه الاسلاميه، ليس بس المجتمع شرق الحته اليسرى الايسر في الموصل او الغربيه او القديمه او بيئه. بص الامه محمد كلها لانه اصبح مسؤول عنها. انت لماذا؟ لان انت عايز تكون مسؤول. لن تستطيع ان تكون مسؤول الا ان عرفت كيف تتحمل المسؤوليه. والمسؤولية ليست صورة وليست محاضرة وليست شعار، المسؤولية انك تحملها. ان عرضنا الامانة على الجبال على ايه؟ السماوات والارض والجبال فابينا ان يحملنها فاشفقنا منها حملنا الانسان فحملنا الانسان انه كان ايه؟ ظلوما جهولا. مين بقى اللي واخد دمك ده؟ انا عايز ابقى رئيس. انت بتبقى رئيس مسؤول زي ما سيدنا عمر قال بالظبط. لو تعثرت بغلة فين؟ في الارض العراق. وهو كان فين؟ المدينة. لأهمية العراق يفكر. يا عم أقول لك إيه؟ أقول لك إيه؟ أنت كان تعمل الموضوع من زمان. أيوة أنا حددت هو ده اللي خد كام صف. مرة ثانية وهنخليك تروح إيه وتمسح البلد بره. ها؟ يعني هو حاسب نفسه ما
وما بين كانش بغداد ساعتها موجود يعني كان عرف كلها ها؟ ايه نعم عرض العراق عرض العراق كلها شوف كم 1000 كيلو محاسب عليها على بغلة على بغلة دي مسؤولية تحمل المسؤولية ايوه تحمل أيوة. لماذا؟ لان انا حكول. كيف اكون مسؤولا ان لم استطع اتحمل المسؤولية حفيده لعمر الثاني وعمر عبد العزيز لما ما عرفش يوزع مال الزكاة امر الجنوب وامر الناس ينثروا الحبوبة على قمم الجبال لكي لا تجوع الطير في عصر عمر عبد العزيز دي مسؤولية يبقى لماذا؟ ها؟ زي ما حضرتك قلت لان انا قلت ان اكون مسؤول الذي سيسألني يا سماحة الله قبل ان اقبل بنادي الله سبحانه وتعالى سيسألني المريض والاسير والمظلوم والمقهور والأرملة ها والشاهد الكبير وحيحاسبني ايضا المريض الى اخره الى اخره الى اخره شوف الحساب قد ايه فالجماعه اللي واخدين الاعداد ما بشبهها كده والاخ اللي مستلز المسؤوليه هو قاعد على ايه كرسي المسؤوليه لا يا ايه على كرسي في ايه لا قول اشوف ايوه وفرحان قوي انا اقول له يا بني ادم ده في شرشف بتاع اللي فيه هو مستلذ بالقلب بتاعه بيقول لك انا عاجبني بس انا اقعد هنا خليه يقعد خدت بالك انا دايما بقول ايه مسمي الكلمه بتاعت الخازوق دي مسميها حلب اللي عملوه سيدنا سليمان الحلب الشاب كان بيدافع عن امه في مصر ضد ايه الحمله الفرنسيه عادوا على ايه؟ طلع الخازوق من قفاه من نوع عشان ما يموتش قد ايه؟ بعد ما حرقوا له ايد الشمال. هو واقف كده قال لك ايه اللي بيحصل في مصر ده؟ انا هنزل ادافع عن مصر. هو ما كانش مصر. كان سوري. الوقت ده بس كانت هي كلها امه واحده. واخد بالك؟ فاخذ المسؤوليه وفضل خلاص. خلص في التاريخ من المسؤوليه دي. مؤمن قال سوره ياسين. مؤمن قال فرعون. ومؤمن قال فرعون بس مؤمن سوره ياسين كان بيعمل ايه؟ كان راجل في اخر جاء مزاجه في مدريد اه لا صبيا من الاقصى المدينه رجل ناس الاقصى المدينه كان بره كان عنده جذام صح كان عنده جذام وكان عنده مرض كده وكان قاعد في اقصى المدينه فبيدعي الالهه بتاعته كل شويه مفيش فايده فجي مش عارف سيدنا موسى اللي عدى عليه او حد فعلمه الدين وقال له خلي ادعي لي ربك انه يشفيني فشفاه فامن بيه فلما قوم المرسلين سوري المرسلين هم كانوا رايحين يعني هم وارسلنا اليها اثنين فازهم مثلث اللي هم المرسلين دول لما يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى فقالوا له هندعي لك ربنا انه يشفيك فشوف يعني فلما حس ان المرسلين دول بيستهزأ بيهم وكذا 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 فجاء يسعى الراجل اللي هو كان في اخر المدينه ده عنده جذام الى اخره تعرف موجود ازاي؟ فضلوا في مره من المرات اسمه ايه؟ اصحاب الرس مش كده مسمينه اصحاب الرس دي؟ اصحاب الرس اللي في البير اسمه الرس في ناس يقولوا انهم حرقوه في ناس يقولوا انهم قعدوا يذبحوا فيه ويقطعوا جثث هكذا ليه ده اتبعوا المرسلين اتبعوا ما يسالكم اشهر ها الى فما انتم مثل هذا الامر دي مسؤوليه الشعور بالمسؤوليه ايوه تجاه المجتمع تجاه المجتمع فده نرجع كلمه لماذا اوعى يا شباب ان احنا نتقلد جمعيه لان المسؤوليه هنسال عليها من غير ما نعرف لماذا تعرف ليه؟ لان انت لما تخش اي مخيم من المخيمات بتشوف ايه في عيون الاطفال؟ فرح. كل طفل عنده حلم. اللي عايز كوره يلعب بيها، واللي عايز يروح مدرسه، واللي عايز جزمه جديده، انا شفت على الجروب بتاعتكم اسمها المجتمع المدني، بنت كانت فرحانه جدا بجزمه كانت لونها كده بامبي نص بول دي. يعني شوف نظرتك للبنت في السعاده اللي خارجه من قلبها غير عاديه. قد تكون الجزمه اللي لونها بامبي اللي هو نص بول ده قديمه. لكن البنت ما شفتهاش من 5 سنين. فشوف الطفل ده اللي انت بتخش عليه ده يبقى عنده كل حلم وبيشوف شفت حته دي خارجه من قلبي هيجيب لي كذا وكذا 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 وكذا. فانت مسؤول عن حلم هذا الطفل. وعن الامل اللي هو عايز يعيش فيه. واضحين يا شباب؟ دي لماذا؟ بتاع لماذا؟ خلاص واضحه لماذا؟ واضح. عايز تحط عليها حاجه ثانيه؟ طيب كيف بقى انا عايز اقول لك كيف انتوا بقى تجاوبوا عن كيف كان في اغنيه اسمها كان وكنا كنا وكان اصبح كان في خبر كنا انت هتضحك
والله العظيم احنا كنا طب احنا اصبحنا انتوا امشينا الصباح يا ليت انت احنا متنا بقى بعد كده انت معيشنا يلا يا شباب كيف لابد كيف انا هديكم مثلا احنا في النبات الاسلامية من 35 سنة لم يكن عندنا لا رؤية ولا هدف واضح ولا ميزانية ولا مكتب ولا مجلس إدارة ولا شخصية مرموقة ولا أي بطيخة كل اللي عندنا كان شيء واحد تعالوا نروح نشوف الناس من أفريقيا دول نجيب لهم قرشين ساعد فقط والله ما كان في أي شيء والله الذي لا إله إلا هو ما كانش في أي شيء لكن كيف أساس كيف دي يا شباب تعرف إيه هي قلبه المضغة الذي إذا صرحت صرح إيه الدنيا كله وإذا فسدت فسدت كله هذه المضغة هي كيف ولو ربنا اطلع على كيف عندك في قلبك سيفتح لك أبواب الدنيا والآخرة أبواب السماء في الرزق والآخرة بقول لك ما فيش ولا شيء ده في 17 يناير عام 1984 يوم الثلاث ايه رايك الساعه كام الساعه 6 بالليل وكان معايا الشاب اللي انا كنت شغال معاه كان اصلا كان عراقي من اصل فلسطيني اما كان فيه بعثات كتير جدا يعني اكتر دوله طلعت بعثات في السبعينات والثمانينات والتسعينات كانت العراق يعني الاف يعني ايه فكان معانا بس هو كان يعني بسم الله ما شاء الله هو كان روح وانا كنت عضلات يعني لولا روحه هو الله مرضى عنه في المكان اللي هو موجود فيه وتبسمه ورضاه وسكنته وسريرته النظيفه ما نجحش فده وده ما حدش يعرفه انتوا للاسف بتعرفوا واحد زي حالاتنا بيتكلم نص الكلام غلط والنص الثاني غلط والنص الثالث غلط واخد بالك لكن هو هذه الروح فما نيجي ننظر كده كيف دي اول شيء في كيف انت كيف تنجح العمل بقلبك بضميرك ها باخلاصك بتجردك بالنيه التي موضوعها ايه قلب مش الايمان موقف القلب وصدق العمل صح ولا غلط الايمان بتاعك بيتحول لعمل دائم عمل يستجيب من المجتمع فدي اول خطوه في خطوات كيف تاني خطوه في العمل ان شاء الله نغلط بس نعمل بنية حسنة نغلط تحصل لك مصادر بقى المعرفة يبقى كيف معناها ليه معناها عمل معناها معرفة لابد نتعلم ممن سبقونا مش ممكن كل شوية نبدأ من جديد لابد أن نبدأ من حيث انتهى الآخرين إيه اللي حصل في ما في البلد الفلاني في البلد الفلاني في القضية الفلانية في القضية عندنا لقاء بكرة جاي في شاب اللي هو من عندكم من الموصل اسمه زنون ولا دنون دنون عفوا لا تعرف انت بتعرف حتى دنون انت دنون وانا دنون ها اللي هو ازالة الركام في الموصل فاحنا جايبينه بكرة علشان يقول للشباب ازاي ازال الركام اللي هو كرمته الجامعه العربيه من شهر او حاجه زي كده شاب صغير شيء بسيط ما بيتكلفش ده مدير مؤسسه كبيره عملاقه تقول لك على كل تند وكام مثلا 500 دولار ولا 1000 دولار الى اخره وخلى المجتمع يشيل الركام عشان تبتدي الشوارع تتفتح المحل تتفتح المباني تبنى مره اخرى الى اخره الى اخره فدي كيف يبقى كيف في المعرفه طب انا زميلي في العراق معرفش شاب صغير تعال يا ابني قول لنا نشيل الركام في الحياه بتاعنا ازاي كذا كذا وهكذا المعرفه هي اساس النجاح واساس الاستمرار اللي احنا قلنا عليها ده ده كده وادي شايفين دي احنا قلنا الاصل في المعرفه انتم لان انتم اصحاب الارض زي زنون هو عامل الموضوع ده الى اخره وفي ابداعات جميله جدا داخل العراق لو احنا عرفنا نتواصل طبعا يعني انا استغربت من اختيار هذا الشخص اللي هو يعني اجى فيما بعد اشهر وازال يعني جزء من الركام جزء بسيط جدا طبعا يعني ما زالت المدينه كلها عباره عن ركام كويس يعني على الارض محدوده على الارض
يعني ما نعرف شنو المعايير اللي اعتمدتها جامعة العربية حتى تختار هذا الشخص وتبرز مؤسساتها ومنافذها وادواتها، بينما يعني احنا جهدنا كمنظمة قسم الإماراتي كان جهدنا مع المعارك مع القصر، يعني كانت يعني المنطقة يعني بعد ما تخلص المعارك في يومين احنا في يوم الثالث احنا نكون مع الناس الجوع اللي طلعوا من تحت الأرض يعني. نعم. طيب كيف ما التفت لهذا الجهد والتفت الى هذا الجهد اللي جاء بعد اشهر وهو جهد رمزي؟ طيب. يعني مجرد هو تكلم بين الناس يعني في هذه الساتوته مصر شو يسموها؟ توك توك صغير يحمل في الفاظ يعني يوصلها الى منطقه معينه. صح. الغرض يعني شو المعايير اللي اعتمدت؟ ايوه انت رجعت النقطه اللي هي شنو المعايير؟ قد يكون في الوقت اللي انت قمت بالجهد العظيم ده لم تستطيع ان تعلن عن نفسك. بالك؟ الاعلام جزاكم الله خير. وقبلك هم اختاروا على اي معنى لابد ان اسال احنا عندنا اعلام وعلى اعلامنا وصل للجميع، لكن اكو يعني يوجد منظمات اللي هي ادوات الخارج اختارت هذا حتى تبرز من بين كل الموجودين. انا ما عندي مشكله ان انا يعني خلاص انا ليس عندي اي مشكله ان انا ابرز هو لان انتوا الاثنين بيشتغلوا بالمجتمع. قد يكون المعايير هو المنظمات الاخرى وضعتها راقت لها ان تختار هذا الشخص قد يكون هم رأوا ان الشيء اللي احنا بنعمله تقليدي كل الناس بتعمله، لكن دي فكره جديده. قد يكون في اشياء كثيره جدا، لكن في النهايه احنا لابد طيب اذا كان هذا الامر ناجح بالطريقه دي ما ذكرناش، تعالوا نتعامل مع بعض، تعالوا نتبنى شخص كان هو او غيره او الى اخره. ففي بعض التجارب البسيطه اللي بتمثل عند صناع القرار اللي هو الحيثيه اللي هم عايزينها، لان مش انا بصنع قرار. خد بالك انا لو كنت انا عامل في المجتمع هبص المجتمع ككل، في ناس تعمل الف وب وج ود، وتحت كل مجال او تحت كل مسار هيكون في مبدع في الاكل، مبدع في غزات الرجال، مبدع في انه يعمل زي حل البطاله الى اخره الى اخره الى اخره. واخد بالك؟ فنرجع للنقطه دي كلها، شو المعايير؟ انا ما اعرفش، لابد ان تسال عنها الجامعه العربيه. لكن احنا نشجع هذا الامر اللي هو اثار انتباه الناس، ونشوف كيف ان الناس في حاجه مهمه يا اخي الفاضل، ان قد يكون ثقافه الناس حاليا غير الثقافه التقليديه بتاعتنا، وعايزين بس نشوف حاجه جديده. خد بالك منها. فده اللي هنرجع نقول هي في النقطه دي اللي هي انوفيتيف. قد يكونوا بيقولوا في توزيع عشرات الالاف من السلال دي حاجة قديمة احنا عارفينها وتضحية غير عادية، بس احنا عايزين حاجة جديدة اللي هي الإبداع. قد يكون رأوا في الفكرة بتاع التوك توك أو اللي هو الفكرة بتاع كده ده شيء جديد. واخد بالك؟ فلذلك احنا برضك واحنا بنتكلم عشان ما نظلمش الناس نرى كيف يفكر الآخرين. في حاجة مهمة جدا أنا قلتها في الأول، ليس معنى أن خطابي جيد أن الآخرين فهموني. يعني انا خطابي جيد بس مين اللي هيفهم؟ قد يكون عشيرتي، قد تكون قبيلتي، قد يكون مجموعتي، قد يكون اصحاب فكري، قد يكون اهل المسجد. فلذلك حتى في الخطاب والاعلام اللي احنا بنعمله ده مهم جدا. اصبح الاعلام دلوقتي جزء اساسي ومحوري في ايصال رسالتك للناس كلها في العالم. ويسمى في اللغه البلاغه. يعني ليس كل كلام فصيح هو بليغ. البليغ هو ما يصل يكون وفق مقتضى الخطاب المخاطبين ما يراعي او ما يحقق الغايه من الخطاب وان تصل الرساله الى المستقبل بشكل صحيح. فقد تكون البلاغه هي في الاعلام. يعني في مثلا انت تشتغل تشتغل على انستغرام، مش كل واحد يعمل مثلا على انستغرام يقول له رساله 30 ثانيه ولا 40 ثانيه، الواحد زي ما تربع نص ساعه وساعتين ونص ساعه الى اخره. مش كل الناس على السوشيال ميديا وتقول لها فيلم دقيقه او دقيقتين. فلذلك لما ننظر لمثل هذه الاشياء ان المتغيرات العصر الثقافيه والقيميه اللي موجوده كيف انا اضع رسالتي داخلها واتصلهم بالبلاغه اللي اتكلم عنها فيه. وقد يكون الخطاب الاعلامي بتاعي جيد لكن هو لا يصل لكل فئات الشعب. واغلب فئات الشعب دلوقتي سنها كام؟
الشباب قد يكون خواه تقليد اوه بيخاطب الشباب. فذلك لو هم لقوا ان الشباب دول عملوا مشاركة او حاجة كده بالملايين هيقول لك ده انا معيار، لان احنا عايشين في عصر مش العصر اللي انا تربينا فيه. انا وانت تربينا في عصر ده، في عصر احفظ وفهم يا بنت وخد يا بنت وكذا وكذا ويا انت فاهم الى اخره. دلوقتي احنا في عصر ده تك تك طلع لك حاجات دي وتلاقي مثلا مليون ولا الشوك مش الشوك التوكشو بتاع التلفزيونات دلوقتي. التلفزيونات التقليديه اصبحت خلي التاريخ صح؟ لما تشوف بعض الشباب اللي على الهوكر عامل لهم يوتيوب وعامل لهم المحطات بتاعتهم دي بيجيبوا بالملايين المشاهدات بالرغم ان هم ما بيصرفوش ملايين الدولارات على نفسهم، لكنهم بيخبوا الفئه الكبيره في المجتمع اللي هي فئه مين؟ فئه الشباب في الدرجه الاولى، ثم بعض الكبار في السن اللي بيفهموا ثقافه الشباب. واضح؟ اذا اي حاجه ثانيه بالنسبه لكيف؟ اي سؤال ثاني بقى عشان نكمل المقدمه؟ ها؟ اي اضافه؟ فاز اي حاجه؟ خلاص امسح دي؟ يعني مو بالضروره يكون العمل اللي قدمه يعني يستفادون به مجموعه من الناس البسطاء. يعني الدكتور ذكر يعني الحاجه اللي قدموها للناس بسيطه يعني انقاضها يعني يدخل على اللي قدمته مثل المنظمه العمل مالها اوسع اللي شيء يعني صار ما ظلم بالقضيه يعني. انا 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 لا اسال نفسي، انا اسال من ايه؟ من لم ينظر للعمل الابداعي اللي انت قدمته لالاف او مئات الالاف والعمل الثاني، فاحط المعايير زي ما اتكلم اخونا اين المعايير اللي نتكلم عنها؟ وبنرجع للمعايير مره ثانيه. اتفضل يا عبد الله. فكره يعني ده كويس، انا ممكن اشوفها من وجهه نظر ثانيه. طب وانا رجعت السيستم عندي؟ النظام اللي عندك في المعايير. انا بخاطب مين؟ اليته ازاي؟ اليه التوصيف؟ يعني زي ما قلت لك مثلا فكره السلات، السلات شيء عظيم بس، او فكره الاغاثه بشكل عام او العمل في مناطق النزاعات ده شيء يعني ما حدش يقدر يتكلم فيه، نسال الله يجزيك خير عليه. ولكن الناس ازاي هو ليه خدوا دي من وجهه نظري انا كتقييم ان هو خدوها علشان فكره جديده بيشارك المجتمع فيها، وهو عايز يحفز المجتمع من فكره ان هو بدل المؤسسات تشتغل لا ده المكان زي ما قلت لك بيتكلم المكان بتاعنا كلنا، والله يا جماعه شوفوا الفكره البسيطه دي يلا اعملوا زيها. انما فكره المؤسسات ده شيء عظيم محدش يعني محدش هيجازيك عليه فيها. طبعا في معايير ثانيه هو اختاروها هو من زي دي حاجه ثانيه، انما النقطه الاساسيه اللي ممكن تكون موجهه للمجتمع في وجهه نظري هي دي. حتى اللي عايز اضافه صوتيه، انت قلت ايه في الاول كده كلمه انت كنت عايزني عليها حاجه؟ انا رجعت السيستم عندي اللي انت كنت عايزه. طيب احنا بنتكلم عن ايه دلوقتي؟ كلمنا عن لماذا وكيف ومن نحن رؤيتنا قدرتنا حاجات دي اساسيه، حاجات دي اساسيه احنا نقول ايه نبدا. وعدم التسارع دي بقى مهمه جدا، دي التدرج. التدرج انا بسرع على ايه؟ هقول لك حاجه بسرع على النبي. انا عملت انا مقسم الفقه لجزئين، فقه مجتمعي تخصصي، انت مثلا في الطب، انت في الهندسه، انت في الزراعه، انت في المياه، انت في التعليم، انت في الاقتصاد، انت في اي حاجه صدنا اسماك الى اخره. حتى في الطب داخل تخصصات، حتى داخل تخصصات في الطب في العظام، يعني مثلا كنت زمان بقول لك ده دكتور عظام واخدك من فوق لتحت، لا دلوقتي في الكتف في الكوع وفي الرسم وفي المفاصل بتاعت الصباع هنا العظام وهكذا. ها؟ تخصص عظام طبيب عظام مفاصل مفاصل بس المفاصل مش كلها على بعضها. انت ديرماتولوجي ولا عظام؟ روماتولوجي. يا سلام. طب ادينا بقى تخصصات يا شهادة دراسة السوق. نعم سوق جميل. يعني علم المفاصل علم كبير جدا بس يعني الامراض اللي يختص بها اطباء المفاصل هي من ضمنها الالتهابات المفاصل المناعيه. شفت بقى كبيره جدا يعني، وعندنا اختصاصات دقيقه جدا في يعني حتى دخلوا في الناظور
في السباين يعني الآلام الظهر والفقرات والآلام الرقبة يعني هو هذا مختصر لل يعني حاليا ما نقدرش نقول ان دكتور عظام ياخذ الجسم من اول لاخر. جراحة العظام اوسع من امراض المفاصل. شفت بقى؟ ليش؟ لانه بها عمليات دقيقة، فهسه العالم يتجه الى التخصص الدقيق. ايوه جزاكم الله. التخصص الدقيق هو يعني الامر المستهدف، يعني مثلا عملية في الفقرات العنقية يتجه إلى الأخصائي. لا أنا يحتاج لعملية. يتجه إلى الطبيب الاختصاص في الفقرات العنقية، وهو أطباء اختصاص في الفقرات القطنية اللي هي تحت. فهذا التخصص الدقيق هو هسه المعمول به. دكتور انت كنت مركبة زي كده؟ خليني اشوفك. طيب جزاك الله خير. يبقى احنا بنتكلم التدرج معناه ايه؟